معانا بقى ضيفنا النهارده سندباد بقى خلاص صاحب بيت يعني بقى له مده معانا. احنا عندنا الضيوف هم 3 ايام زي 3 ايام خلاص صاحب بيت. فعندنا النهارده سندباد هنعمل معاه طاجن لسان عصفور من كنت شلوه كمان لرمضان او طريقه شراء رمضان وان شاء الله تعجبكم. الوصفه دي مكونه من ايه بقى؟ زيت السندباد، لسان عصفور، طماطم مبشوره، بصل، جزر الاول، جزر وكوسه وبطاطس، وبعدين بصل مبشور. الخضار اللي هنستعمله جزر، كوسه، بطاطس، حاجات شبه الخضار، وفلفل رومي، فلفل حامي، ده اختياري. البصل اساسي تمام. صلصه لو انت حاسه ان الطماطم مثلا فاتحه معاكي هنزود معلقه صلصه، وشويه زعتر ومكعب مرق، وبعدين اروح حاطه لها ميه في الاخر. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب شوية من زيت السندباد، 3 معالق، نحمر لسان العصفور. كيس، أنا جايبة كيس خلاص. أبل كده كله بالزيت عشان يديني تحميرة حلوة. اجي هنا بقى عندي ايه؟ كوسة وفلفل، واقطع كله كأني هقطع، بسم الله الرحمن الرحيم، كأني هعمل شربة خضار. تمام. اخد الايه بطاطساية ماشي كده، مكعبات صغيرة. طب معانا أميرة الأول. حاضر يا بنتي، حاضر أميرة. أيوة. أهلا وسهلا. ازي حضرتك يا مدام نجلاء؟ ازيك، عاملة ايه؟ الحمد لله، أنا بحبك جدا والله. ربنا يخليك يا رب. ازيك انت، عاملة ايه، اخبارك؟ الحمد لله، انت انسانة جميلة جدا وكل الناس بتحبك وانت انسانة محترمة. يا رب دايما، ربنا يخليك يا رب. والله تسلمي. اكلاتك كلها جميلة وبنحب نتفرج عليك على طول. طب الحمد لله، ربنا يخليك. تسلمي. والدتي الله يرحمها دايما كانت دايما تتفرج عليك وبتحبك قوي. الله يرحمها، الله يرحمها يا حبيبتي، يحسن اليها يا رب ان شاء الله. يا رب. اموريني، ليك اي سؤال؟ لا انا بس حبيت اسلم على حضرتك. الله يخليك، متشكره جدا ليك ولذوقك، شكرا. انا كده حطيت كوسه والجزر، واجيب بقى ايه، حطيت فلفل رومي كده. انا كل ده بحمر في لسان العصفور. انا ما اجيبش حاجه غير وانا محتاجاها. كده خلاص الايه، الجزر والكوسه والفلفل، بطاطس مقطع صغنن برضو، طماطم مبشوره، بصل مبشور زي ما هو كده برضو، كيس لسان العصفور، بزيته كده على طول عشان ايه، ده الزيت كل دول الثلاث معالق دول اللي في الطاجن كله، عشان كده انا زودتها مع لسان العصفور شويه. حط بقى ايه الزعتر، ده اختياري يا لا، بس انا مش هحطه عشان انا مش بفضله قوي مع الحاجات دي، ومكعب مرق، وازود بقى ميه. بحط حوالي 3 كوبايات ميه. واقلب بقى كله مع بعضه كده، واروح ايه مدخلاه الفرن. ماشي.